الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الشاب، أيها الشابة، أيها الأخ، أيها الأخت، أيها الابن، أيها البنت، نحن كبرنا وصار الحمد لله أسناننا متقدمة ولم نلحق على التقنية والتكنولوجيا اللي موجودة. ارمي على الجوال، يعني هذه الجوالات الآن هذه تقنية حديثة مفيدة جدا جدا وبنفس الوقت مدمرة جدا جدا. هذه تعمر وتدمر، تعمر وتدمر. حتى لو أنه يعني مو هذا، حتى لو أنه الصغير ذا اللي يسمونه بكشاف، هو بكشاف لكن يعمرك يدمرك. لذلك هذه الجوالات احذر منها، وخذ قوله في سورة النساء سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قد تأتيك طريقة بالإلكترونيات ويحاولون يبتزونك بصورة عارية، بمشهد خليع، بكلمة خرجت منك أيها الشاب وخرجت منك أيها الشابة وحفظت لك وهددت. عندك مخرج؟ نعم عندك مخرج بعد الله سبحانه وتعالى. سرك في بير، موجود خط ساخن، أمورك محفوظة، مؤتمن عليها، لا تخاف. لو قال لكم يقولون عارفين انك بتروح، لا انتبه، سرك كبير، يعني فعلا خط ساخن مجرف في هذه الدوله وهذه السلطنه. نسال الله يوفق حكامها لكل خير، سينقذونك بعد الله. فبادوا بالاتصال عليهم وصنع لك الرقم، الرقم سجل موجود وبث وانشروا على اصحابك وزملائك. فكل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، قد تتعرض بخطا في هذه الازمه، لكن خير خطائين ايش؟ توابين.